Bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. ثلاث سنين عدوا من وقت ما مشيت يا ماما. كل يوم في الثلاث سنين دول عدوا عليا كأنهم عمر لوحده، لأن كل لحظة كنت بحس فيها إنك مش موجودة في العالم ده كانت بتمر عليا كأنها يوم كامل. أنت كنت كل حاجة في حياتي لدرجة إني كنت متأكدة إن يوم ما هتمشي أكيد أنا كمان هموت في نفس اللحظة. حقيقي كنت فاكرة كده، مش عارفة إزاي أنا عايشة لحد دلوقتي. بقالك شوية كتير مش بشوفك في نوم، وده مضايقني أوي، بس أنا مواظبة على كلامي معاكي كل ليلة زي ما تعودنا بالظبط. على فكرة يا بابي، النهاردة الثانوية بتاعت ماما، وأنت ناسي أو عامل نفسك مش فاكر عشان تعرف تخرج مع مروة بتاعتك. بجد ميرسي أوي. مروة صاحبتي وانت امتي من سنين، كتير حذرتيني منها وانا كنت بغلطك وعندك، ودلوقتي بدفع الثمن بعد ما بقت بتنام في سريرك. انا بقيت وحيدة قوي من بعدك يا ماما، بقيت خايفة. تعالى يا ربيع، تعالى يا يابا. السلام عليكم. عليكم السلام. ارني. بقول لك ايه يا سيد؟ سيد، انتوا يا ابني ما تربطوش في بيوتكم، سيد حاس كده من غير أي ألقاب. أمال إيه أقول لك يا دكتور؟ وتقول لي يا كابتن سيد كمان. ليه؟ قاعد مع السيد عبد الحفيظ؟ وقعد أخف قدامنا يا جماعة. هو أنت شغال إيه؟ شغال في الأزرق. جرايا ربيع على بيسا كومبارس، أنت جاي تسف عليا هنا ولا إيه؟ مش القصد يا سيد. أنا جاي أكلم البني آدم اللي جواك. لو يعني لسه فاكر انك بني ادم وعندك احاسيس وقلب والحاجات دي. عندي يا اخويا كل ده، بس عندي كرش ومعده بيحتاجوا مام، والمام بيحتاج فلوس. طب وانا اجيب فلوس من ايه؟ حلو، وانا ما قلتش ما تاخدش فلوسك، بس الست ام كريمه اللي انت عايز تروح تحبسها الصبح بالكمبيالات اللي معاك ست قد والدتك، واستلفت منك الفلوس دي عشان تعمل عمليه، يعني ظرف انساني. والنبي يا الله يبارك لك، فكك من جو الصعبانيات ده، وتروح قول لها هي زي ما خدت الفلوس كانت ترجعها في ميعادها، ولا هو وقت رجوع الحق بيزعل. بقول لك يا سيد، ادي 1000 جنيه اهم، دليل حسن النيه. 1000 جنيه يا عم؟ انت بتديني 1000 جنيه من 5000 جنيه، فتتمنظر على البنت كريمه ب 1000 جنيه يا معفن. اتمنظر ايه بس يا سيد؟ دول جيراني وليهم حق عليا ويخصوني. انت تديني الكمبيالات اللي معاك ونقطعها، ونكتب كمبيالات من جديد وانا اللي همضي، وليك عندي كل اسبوع 1000 جنيه. هتبقى احبح ايدك شويه من تلاب الشياكه وعامل لي فيها رغب علامه. اقسم بالله ده لبس الانتاج ومسلمهولي ولازم ارجعه بكره. امال على ايه الفشخاره اللي انت فيها؟ بقول لك ايه يا سيد؟ عد 4 اسابيع من دلوقت وفلوسك هتبقى في جيبك. كل اسبوع 1000، حلو؟ خلاص بقى يا سيد، هتستفاد ايه يعني انك تسجن ست قد والدتك؟ يلا خد عد فلوسك. بقول لك ايه؟ والله العظيم انا جبت اخري منكم. طب ما تخلي ربيع طيب. يا عم تلون الناس لبعضيها يعني، تلونها ما طارتش. العشاء مساء. نجم ربيع، انا عربيتي شطبت مني بنزين وكان معايا ناس، فانا خدت اوبر وسبت لك المفتاح مع بتاع امن اسمه هريدي واقفه قدام العربيه. روح حط لها بنزين ورجعها البيت، هبعت لك لوكيشن العربيه على الواتساب. انت تؤمر يا نجم، اعتبره حصل. تؤمر بقى اي حاجه تانية؟ الو عم، طب قول سلام. السلام عليكم حماده. فينك يا فنان يا ابن الفضل؟ انا برضو اللي من فضلك، انت فاضيلي اصلا؟ والله انت عارف ان انا عندي شغل، ده انا النهارده كمان كان عندي نقلتين، ده حتى وش رجلي مش حاسس بيه اساسا. المهم انت لابس كده وراح على فين يا نجم؟ يا عم مش رايح في حته، ده انا رايح بس اخلص مصلحه الوائل الليسي، عربيته شطبت بنزين وعايزني افولها له. بقول لك ايه؟ ما الاقيش معاك 100 جنيه سلف. يعني معايا بس ورحمه ابوك وامك، انت عارف ان انا عجنت اساسا. بقول لك يعني ايه؟ يومين ويبقوا عندك، هفول بيهم بنزين. هات ابو، والله العظيم هرجعهم. دعاك. خد يا عم حظك اهو. اطلع انا بقى اطل على خالتي وعلى كريم. يلا سلام ابو الشباب. سلام يا حبيبي. تسلم.
يومين ويبقوا عندك. اي فيقابلني لو رجعوا اصلا. هيا سارة، بقولك ايه، ما تيجي ننزل نقعد في اي حته شويه؟ نروح فين دلوقتي يا نور؟ ده انا بنام يا حبيبتي. طيب ماشي. هبة بقولك ايه، ما تيجي ننزل ناكل اي حاجه؟ ناكل ايه يا مجنونه؟ انا عامله دايت اصلا. انا في السينما والله يا نور. خليها بكره يا حبيبتي، انا مع مازن بنتخانق. ايه يا نجم، انا خلاص جبت العربيه وحطيت فيها بنزين وهوديها لحضرتك على البيت. بقولك ايه بقى يا نجم، ابقى افتكرني في اي لقطه كده في الفيلم الجديد بتاعك. اه ان شاء الله ان شاء الله. سلام. الو، ايه اللي بيحصل لي على اللي بيجرالي لما بتندهلي؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ انا مش شايفه حاجه خالص، اعمل ايه؟ كويسة؟ لا. حد عمل لك حاجة؟ لا، هما مشوا. طب يا أستاذة يلا يلا بس نتحرك قبل ما يرجعوا. طيب اركبي العربية. اهدي بس، خدي نفس. حضرتك ظابط؟ لا أنا مش ظابط، ده مسدس صوت أصلا. طيب حاولي بس اركبي العربية قبل ما يرجعوا يلا. مش عارفة أسوق، الشباك مش باين منه أي حاجة، مش عارفة أشوف حاجة من الإزاز. معلش تلمي على أعصابك بس لحسن هيرجعوا يتلموا علينا، وأنا همسح لك الإزاز. طيب أعمل إيه؟ أنا همسح لك الإزاز، ما تقلقيش يا أستاذ. حاضر حاضر. ما تقلقيش يا أستاذ، اتفضلي. أنت كويسة؟ مفيش حاجة تانية اتاخدت؟ لا مش عارفة. طب بصي بس، بصي. خايفة قوي. هو ده بيتك؟ اه بيتي. بجد انا مش عارفه اشكرك ازاي على اللي انت عملته معايا النهارده، يعني انا كنت حاسه ان انا ممكن ما اروحش بيتي، هيقتلوني ما اعرفش. انا قلت انت يمكن ظابط او حاجه. لا ظابط ايه، بس يعني كنت معدي فما كانش ينفع ما اقفش يعني. امال انت بتشتغل ايه؟ انا ممثل. ممثل بجد؟ سوري اصلا انا يعني مش بتابع قوي، فمش عارفه مين الممثلين. لا يعني عادي، يعني انا اصلا يعني لسه ببتدي، يعني مش معروف قوي وكده. ايوه. طيب هو لو ما كانش متاخر كنت قلت لك اتفضل والله. اعتبريني دخلت وضيفت وكله تمام. انا اهم حاجه عندي ان انت تكوني وصلتي بالسلامه بس عن اذنك. بقول لك، هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي ربيع. ربيع؟ ربيع ده اسمك يعني اللي هو اسمك؟ ايوه اسمي. في ايه؟ حاسس ان انا قلت ان انا اسمي السرياوسي مثلا. لا لا مش قصدي يعني. واضح ان هو مش عاجبك. لا لا خالص، بس يعني هو الاسم مش كومن قوي، ما بنسمعوش كتير في مصر يعني، صح؟ ده حقيقي فعلا. انا اسمي نور. نور؟ اه. ايه الاسم الغريب ده؟ شرفت بيك يا نور. ثانك يو. طيب تأمريني بأي حاجة تاني؟ أنا إذنك. بقول لك ربيع. أيوة. بص أنا برضو مش عارفة أشكرك إزاي على اللي أنت عملته معايا. أنا كنت مرعوبة بجد، كنت خايفة قوي قوي. حصل خير. عامة لما يبقى عندك فيلم أو مسلسل وكده يعني يبقى عرفني عشان أبقى أتفرج عليك وأتابعك وكده. أكيد، ده يبقى شرف كبير قوي بالنسبة لي. يعني أول ما أعمل حاجة هبقى أقول لك. طب هتقولي ازاي؟ ممكن مثلا اخد رقمك؟ اه شو، وابعت لك رساله يعني اول ما اعمل عمل جديد. هو الرقم ده معلق؟ اه معلش، هو اصل التليفون
بتاعي باظ فانا اوكي يعني بستخدم التليفون المساعد بتاعي. ايه ده؟ ده الشبكه الجديده دي. اضغط واحد عشان ترسل اي رقم او اثنين لادفعلي شكرا. ده واضح كده ان مفيش شبكه خالص. ساعتها انا بتعلق شويه ومبقاش في نتورك. طب هو انا ينفع بديك رقمي برضه عشان شور. الرقم بتاعه Thank you. من العفو علي. Thank you, huh? Good night. Okay. صباح الخير. صباح النور. هو انا صحتك من النوم؟ دي احسن حاجه عملتيها يا كريمه. انا ورايا شغل. انا مش عارفه اقول لك ايه ولا اشكرك ازاي على اللي انت عملته في موضوع امي. لولا شدتها وتعبها كانت جت شكرتك بنفسها. ملوش لزوم. انت عارفه غلاوتها عندي قد ايه؟ وبعدين حماده ابن خالتك ده زي اخويا. كلهم غاليين عندك كده؟ طب وانا غلاوتي عندك ايه؟ مش هينفع كلام كده على السلم. احسن حد يشوفك في الطلعه ولا في النازله يلقح كلام. خلاص نتكلم جوه. طب سيب الباب مفتوح. انت بتعملي ايه يا مجنونه انت؟ انا امن على نفسي معاك لكن ما امنش الكلام الناس. اديني دخلت في الدره وابقى اخرج في الدره. بس قول لي يا ربيع، انا بالنسبه لك ابقى ايه؟ ليه مش عايز تريح قلبي؟ ليه كل شويه معايا بحال؟ لاني مش عارف ابقى دغري معاكي. وانا مش كده بصراحه. حماده حبيبي وعشره وانا مش عايز ازعله. انا ما انفعكيش. ليه ما تنفعنيش؟ لاني ما معيش اتجوز. انا على باب الله وماشي اليوم بيومه. وانتي عارفه يا سيدي امشي معاك انا رخره زي زيك. بص يا بنت الحلال، انا مش هعرف اتجوز غير لما اعرف اكفي نفسي واكفي اهل بيتي. وانا في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي ما معيش في جيبي 50 جندي. وانت بتقولي لي فكر في الجواز. طب تيجي ازاي؟ عشان شاغل نفسك بكلام فاضي. تمثيل ايه وزفت ايه اللي انت ماشي لي فيه؟ هتبقى مين يعني؟ احمد عز ولا كريم عبد العزيز؟ فوق لنفسك. محمد قال لك هيشغلك معاه تباع على العربيه زي ما هو بيعمل وبيكسب برضه. تباع ايه؟ انا معايا شهاده جامعيه وفنان. تيجي تقولي لي اشتغل تباع؟ مع احترامي يعني لحماده، بس انا مش زيه. خلاص يا سيدي اشتغل اي حاجه، اي حاجه تجيب فلوس، وسيبك من التمثيل والكلام الفاضي ده. ده حلمي اللي انا عايش علشانه. انا ممكن اشتغل 100 شغلانه الا ان انا بطل احلم بالتمثيل. تبقى ما انتش عايزني زي ما انا كنت فاكره. هو مش انت قلت للزفت سيد تهمه ده ان كريمه تخصني؟ ايوه، وقلت كده عشان احميكي وعشان يبقى ليا عيني اتكلم معاه، وساعتها رستك على الحوار. كتر خيرك. معلش انا اسفه. ده بقيتني عبيطة ولا بفهم غلط؟ طيب الأسبوع الجاي وأول كل أسبوع هجهز لك فلوسك. مفيش لزوم يا كريمة. عن إذنك. يا كريمة. يا كريمة استني بس. شكله إيه يعني؟ عامل إزاي كده؟ شكله حلو. كيوت كده وابن ناس، عارفة ديسنت يعني. أيوة. طب بيشتغل إيه؟ بيشتغل ممثل بس هو لا لسه جديد. الله، يعني مين؟ حد معروف؟ انت بقول لك لسه جديد. لسه جديد؟ ايوه ماشي. بس اكيد هيبقى ابن ناس لو عربيته حلوه وشكله حلو كده ولبسه. ايوه طبعا يعني، بس هو اسمه ربيع يعني مش اسم بابا، اسمه هو ربيع. فاهمه؟ ايوه. ايه المشكله؟ لا يعني مش عارفه، يعني اسمه مش موضه كده، مش جديد، مش حلو. لا ايه الهبل ده يا ستي، بكره هيرجع موضه تاني.
بس مش هو المفروض يكلمني؟ هو المفروض، بس انا خايفه يبقى مصاحب او متجوز. ممكن، خصوصا ان انا حسيت ان هو مش عايزنا نكون بنتكلم طول الوقت يعني. بس يعني ايه بتقولي ان في حاجه؟ بس برضو في حاجه منعاه، فاهمه؟ طب ما تكلمي انت، قولي له انك عايز تعرفي المكان اللي حصل فيه الحادثه، حاجه شبه كده. تفتكري؟ زي الفل، تأمرني. ماشي يا ريس. استاذ طارق. عبد المجيد. استاذ طارق. يا ريس. هات لي يلا ممثلين. حالا يا ريس. عايز ايه يا ربيع؟ عايز ايه؟ الطقم اللي حضرتك الانتاج كان سليفوني امبارح توسخ، فحاولت اغسله بس زي ما تقول كده اتزفت اكتر، اصل وقع عليه بيض. بيض؟ بيض ايه؟ الله يخرب بيت سنينك السودا. بابا مش ده لبس الانتاج اللي انا قلت لك تحافظ عليه زي عينيك؟ انا اسف يا استاذ طارق، انا هتصرف. اعمل كده وبسرعه. حالا هتصرف، اعتبره حصل. يا عبد المجيد. الو، ازيك؟ انا قلت انت مش هتكلمني. ازاي يعني؟ ما انت اتاخرت فقلت يمكن انا يعني بفرض نفسي عليك او حاجه. عامه انا كنت بس بكلمك اسال على حاجه معينه، يعني هو المكان اللي حصل فيه الموضوع ده امبارح فين عشان لو حابه ابلغ. لا تبلغي ايه؟ دول خلاص زمانهم اتحركوا، يعني هم هيفضلوا مستنيين في مكانهم. طب خلاص ماشي زي ما انت شايف. على فكره لون عربيتك حلوه قوي. بس لسه بايعها. بجد؟ وجبت ايه؟ لا يعني لسه بشوف. طب خلاص يبقى الموضوع ده عندي انا. عندك ازاي؟ لما اشوفك هبقى اقول لك. ولا انت مش عايز تشوفني؟ لا اكيد عايز. طيب خلاص انت لو فاضي دلوقتي على فكره انا ما عنديش مشكله. بصي هو دلوقتي صعب شويه لان انا في فركش فركش يا اساتذه، المخرج تعبان. طب بقول لك ايه، انا ينفع اقابلك كمان ساعه؟ طب خلاص انا هبعت لك اللوكيشن دلوقتي. باي. سلام. شهنده، شهنده. عايز ايه يا ربيع؟ معلش اخر طلب هطلبه منك النهارده. لا ده اخر طلب هتطلبه مني في حياتك. زي بعض، انا بس عندي مشوار مهم جدا النهارده ومحتاج طقم كويس اروح بيه. ماشي يا ربيع، ربنا ياخدك يا ربيع. يا رب تتجوزي حبيبي. زي الملايكة ما تشوفها قمر. هو انت مش مفروض تعمل اي صوت قبل ما تدخل ولا حاجة؟ عامل صوت ايه؟ الشركة كلها مفتوحة على بعض. وبعدين انا عايز اتكلم معاكي كلمتين كده. مش فاضية، في حد جاي لي مهم دلوقتي. حد مهم؟ مين يعني حد المهم ده؟ هو تحقيق ولا ايه؟ حد مهم وخلاص. حد مهم وخلاص. ماشي يا نور، خلصي كلامك مع الحد المهم وخلاص وانا مستنيك عشان نتكلم مع بعض. تبي عسل قوي وانت متضايقه. بتعمله ده يا ربيع؟ فوق لنفسك ياض واحلم على قدك وروح، ولا هتفضل مقضيها كدب في كدب؟ روح روح يا ربيع. ده انت خايف تحب كريمة المقشفة عشان مش هتقدر تكفيها، فرايح تبص للبرنسيسة دي وانت اصلا ما عندكش فردتين شراب شكل بعض. روح يلا روح. الو. ايه يا ابني انت بتلف حوالين نفسك كده ليه؟ اصل كنت بس مش متاكد هي دي الشركه ولا لا. اديك اتاكدت. يلا اطلع انا مستنياك، قول لهم بس على الباب تبع نور رمزي. خلاص اوكي تمام، سلام. يظهر ان البني ادم فعلا مصير. السلام عليكم. هاي ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. اتفضل. شكرا. انتي ازيك؟ عامله ايه؟ احسن؟ انا كويسه الحمد لله. بتشرب ايه؟ لا لا شكرا، انا مش عايز حاجه. اكيد اكيد. طريقي قلت لي تعالى عربيتك عندي، كنتش عارف انك شغاله في شركه عربيات. شفت المفاجاه بقى؟ انت فاكره تحت القبه شيخ وجايباني تعملي شغل، وانا اللي فاكر انك معجبه وانا جامد بقى.
عشان كده. بس عامة يعني أنا ما طلبتش أشوفك عشان كده يعني. بصراحة أنا من امبارح الموقف اللي حصل مش قادرة أطلعه من دماغي ومش قادرة أتخيل لو أنت ما كنتش معايا أو ما كنتش عديت من الطريق ده كان أنا ممكن يحصل لي إيه. بجد كنت خايفة قوي. عامة حصل خير الحمد لله وأنا ما عملتش حاجة على فكرة. لا بصراحة أنت عملت كتير. وبجد ده جميل أنا عمري ما هنساهولك. والله ده كلام كبير قوي يا نسا نور بس هو في كلام كتير قوي. ايه ده؟ مش ده الواد ربيع؟ ايه اللي جابه هنا؟ مرتبك بصراحه. لا ما ترتبكش خالص يعني اي حاجه انت حاسس ان انت عايز تقولها قولها يعني ما فيش حاجه يعني. مش عارفه ابدا منين بصراحه. ما تفكرش كتير. صباح الخير صباح النور يا نور. استاذ سعد في حاجة يا سعد؟ أنا آسف إن أنا قطعتكم بس أنا لمحت ربيع وهو قاعد معاكي فقلت أجي أسلم عليه أصله معرفة قديمة قوي. إزي حضرتك يا أستاذ سعد؟ الحمد لله الحمد لله. إزيك أنت؟ هو أنتوا تعرفوا بعض ولا إيه؟ أصلي ربيع بيشتغل مع وائل الليسي الممثل تعرفيه طبعاً. اه طبعا عارفاه. انت مثلت معاه قبل كده يا ربيع؟ هو بصراحه يعني ما جاتش الفرصه ان انا امثل معاه قبل كده. بيستحي ربيع بيستحي يمثل معاه بيمثل مع الاجانب بس. بقول لك ايه صحيح امال فين الحد المهم اللي انت كنت مستنياه مش شايفه يعني ما جاش؟ هو في ايه يا سعد؟ ممكن من فضلك ترجع مكتبك ونبقى نتكلم بعدين؟ حاضر هبقى اعدي عليكي بعدين. سلام. بقول لك ايه صحيح بعد ما تخلص كلام مع نور هنا عايزك تعدي عليا مستنيك عشان عايز ابعت معاك حاجه للاستاذ وائل الليسي. ماشي ان شاء الله. حلو قوي الشميس ده شبه بتاع وائل الليسي في اخر فيلم. في ايه بالظبط يا ربيع؟ هو بيكلمك كده ليه وانت بتكلمه كده ليه؟ انا مش فاهمه حاجه. انسه نور في سوء تفاهم انا بحاول اهرب منه طول الوقت ومش عارف قررت ان انا ما واجهش. انا وانا واقف قدام شركه حضرتك كنت همشي ولولا ان حضرتك كلمتيني وقلت لي تعالى كان زماني مشي. برضه مش فاهم. ممكن توضح لي اكتر من فضلك؟ حضرتك لما شفتيني كنت راكب عربيه غاليه جدا ولابس لبس بتاع ناس معاها فلوس لكن الحقيقة هي ان العربية دي مش عربيتي واللبس اللي كنت لابسه ده مش لبسي ده لبس مديهم لي من الشغل عشان هلبسه في مشهد بقول كلمة او كلمتين. انا ربيع لطفي كومبارس وعايش في شارع وفي حي بسيط جدا وظروفي ما تختلفش خالص عن الحارس اللي بيحرس شركته. انا اسف عن اسمك. ها كريم راجع يا كريم في مشوار بس كده وجاي. خلاص يا كريمة جاي. سلام. ما هو عندها دلوقتي. بس بقول لك ايه انت حسيت ان نور معجبه بالواد ده فعلا؟ اه حسيت كده. دي مصيبه. اصل انت ما تعرفش نور. نور لما بتحب ما بتشوفش قدام ولا بتسأل بقى ده مين ولا فين ولا أصله إيه. أنا شايفة إن إحنا اللي لازم نعمل حساب الموضوع ده. والله أنا بحاول أعمل كل اللي أقدر عليه. أنتي كمان لازم يبقى لك دور وتقنعي رمزي إنه يتجوزها لي. يا ابني ما أنا بعمل كده هو ده اللي أنا بعمله. بس عارف يا سعد لو اتجوزت وحصل وركنتني أنا على جنب أقسم بالله لا هتشوف مني وش عمرك ما شفته قبل كده في حياتك. الساعة خير
تعالى معفن انت. ايه اللي جابك الشركه عند ستك نور النهارده؟ فيها يا استاذ سعد. اولا انا مش معفن، ثانيا انت في بيتي، عيب. معفن ساكن في بيت معفن. وبعدين يلا انت هتعلمني الادب ولا ايه؟ انت نسيت نفسك؟ لا انا ما نسيتش نفسي. انا عارف نفسي كويس قوي. واللي انا عارفه ان انا ما بقبلش الاهانه في بيتي. وانت عمرك ما كلمتني بالاسلوب ده. هو انا اصلا عمري اتكلمت معاك؟ وبعدين هكلم المرمطون بتاع واحد صاحبي ليه؟ هقول لك ايه؟ هات لي سجاير مثلا؟ وانت عايز ايه بالظبط؟ اسمها حضرتك عايز ايه؟ حضرتك ولا انت معفن ومش متربي؟ لا اربيك، اعرف كويس انت بتتكلم مع مين والزم حدودك. وبعدين انت ليك الشرف ان سعد الدين الحديدي جالك لحد هنا؟ اسمعني انا كويس، قسما بالله لو شفتك في يوم حتى لو كنت بعيد كيلو عن مكان موجودة فيه ستك نور، قسما بالله لارميك في الحجز في ليلتها واعمل لك محضر عدم تعرض. تمام؟ انت ليه محسسني ان انا بطاردها ولا بعكسها؟ انت واضح انك ما تعرفش انا قابلت الانسة نور في ظروف شكلها ايه. انا ولا يفرق معايا كل الكلام اللي انت بتقوله ده. انا كل اللي يفرق معايا ان انت تتبخر من حياتها، تبقى عدم مش موجود. حتى لو هي كلمتك ما تردش عليها. وعلى فكرة دي مش رغبتي، دي رغبة رمزي بيه والدها. فهمني يا عمور؟ ايه القرف ده؟ طب يا استاذ سعد ما تقعد تشرب حاجة. انت سمعت وفهم. مساء الخير استاذه نور. مساء النور، ازيك عامل ايه؟ انت هتفضل واقف كده ولا ايه؟ اقعد. عايز اقول لحضرتك انا اسف جدا. لا اسف على ايه؟ ممكن النهارده من فضلك تسيبني انا اتكلم؟ انا في حاجات عايزه اقولها لك. حاضر. بص يا ربيع، في ناس كتيره قوي ممكن يكون معاها فلوس وبتركب احلى عربيه وبتلبس احلى لبس والمفروض انها عايشه احلى حياه، بس مش اي حد يعرف يكون راجل، وانت راجل بجد. عشان كده انا بحترمك، وعشان كده عمر ما ظروفك الماديه هتغير فكرتي عنك خالص. ربيع انا متشرفه بمعرفتك ومبسوطة قوي إن أنا قابلتك، ده بجد على فكرة. أنسة نور، ده كلام كبير قوي عليا. بجد اللي أنا عملته ده، أي بني آدم مكتوب في بطاقته كلمة ذكر كان هيعمل اللي أنا عملته ده، وعلى فكرة مش شرط كلمة ذكر، أي بني آدم. لا لا، مش بالضرورة على فكرة خالص. على فكرة أنا الموقف اللي حصل مع سعد ده خلى اهتمامي بيك يزيد أكتر، يعني بعد ما حسيت إن هو أحرجك وضايقك. على فكرة سعد ده أنا ما بحبوش خالص، وبخاف منه كمان. انت عارف لما انا شفتك معاه وشفت الموقف ده قدامي انا قلقت منك، يعني قلت ممكن تكونوا اصحاب ولا حاجه. بصراحه برضو انت عارفه ان هو عدى عليا النهارده في البيت؟ سعد عدى عليك ليه؟ هددني وقال لي لو كلمتك او شفتك تاني بعد كده هيحبسني. سعد ده مجنون، انا هوري انا هعمل ايه. لا 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 استاذه نور، انا مش عايز مشاكل، انا في ناس مسؤوله مني ومش عايزهم يصحوا من النوم يلاقوني مش موجود. ربيع سعد ده بيشتغل عندي، يعني انا اللي اموره وهو ينفذ. بس سعد ده يعرف ناس تقيلة قوي وفي كل المجالات، يعني لو عايز يأذيني هيأذيني. ربيع أنا عرفتك إنسان قوي، أنت ليه عايز تبين إن أنت ضعيف؟ أنا مش ضعيف، أنا ولا حاجة،
أنا آسف إن أنا بقولك كده، بس هي دي الحقيقة. أنا مجرد رقم في عدد. يا أستاذة نور، الحكاية مش بالقوة ولا بالفتوانة، وأنا راجل مش غبي. أنا عارف مكاني كويس قوي، وأنا ما كنتش هاجي النهاردة لولا إن حضرتك كلمتيني وقلت لي تعالى. فبعد إذن حضرتك ما تعرينيش قدام نفسك أكتر من كده، ويا ريت ما تكلمنيش تاني، لأنك لو كلمتيني مش هعرف ما ردش، ولو قلت لي تعالى مش هعرف ما أجيش، هاجي. وبعدين ولا قبلين هنبقى أصحاب عادي، إيه المشكلة يعني؟ أصحاب إزاي؟ عادي، أنت ما عندكش أصحاب بنات ولا إيه؟ أكيد عندي، بس ما فيش حد فيهم زيك. ربيع، أنا بجد أبسط بكتير قوي ما أنت ممكن تتخيل. يعني في حاجات كتيرة قوي ممكن تبقى أنت فاكر إنها تهمني وهي ما تهمنيش خالص. أنا مش عايزاك تحط نفسك في مكان أقل من اللي أنت فيه. وعلى فكرة بقى، أنا هشوفك غصب عن عين أي حد. والله يا أنسة نور، ده شرف ليا وحاجة أحطها تاج فوق راسي. أنت في كيس الموضوع ده؟ أنا مش عارفة ليه رانيا في حاجة بتشدني ليه قوي. أنا حاسة إن الموقف اللي حصل بتاع العربية والموضوع ده كله ما حصلش كده وخلاص. حاسة إنه معناه حاجة أكبر في حياتي، أو حصل عشان سبب، فاهمة؟ أنا كل ما ببص في عينين ربيع بحس إن هو قد إيه طيب وكويس وبني آدم نظيف، فاهمة قصدي؟ أنا عمري ما حسيت بأمان ولا براحة ولا إن أنا مطمنة قد ما أنا بكون مع ربيع. حاجة عمري ما حسيتها في حياتي بجد. طب بصي، بغض النظر عن إن أنا مديرة مكتبك، أنا أختك وصاحبتك، وبجد بقولك أنت لو حبيتيها تدخلي الدوامة أنت مش قدها. بقول لك ايه يا بيبي، انا عايزه امسك فرع الغردقه. ازاي يا حبيبتي؟ بس يعني انا ابقى عايش في حته وانت تبقى عايشه في حته تانية؟ ايه المشكله يعني؟ انا بحب الجونه وانت عارف كده، وهبقى مبسوطه في الفرع اللي هناك. ايه يعني ما تعملي حاجه تبسطني؟ وبعدين يا بيبي، ما انت هتجيلي كل شويه. ايوه بس انا ما اتجوزتكيش عشان ابقى انا قاعد في بلد وانت في بلد. انت صحيح اتجوزتني عشان تتسلى بيا، مش كده؟ عشان لما تروح من الشغل زهقان وتعبان تلاقينا دلعك وهننك وعاملك زي البيبي. انت اتجوزتني عشان تتسلى بيا يا رمزي؟ انا اسفه جدا، انا مش كيس لب يا رمزي. يا حبيبتي لا، مش كده. الله، بس انا ما اقدرش ابعد عنك. ثبتني بكلمتين. ماشي، بس انا ما قلتش ان احنا هنبعد عن بعض، انا قلت احنا هنبقى شويه هنا وشويه هناك. انت هتجيلي وانا هروح لك. اصل بصراحه انا وعدت نور انها هتمسك الفرع ده. الموضوع في نور. قول كده بقى من بدري، خلي بقى ست نور تنفعك. استني استني بس، خلاص خلاص، عامل لك اللي انت عايزاه. كده كده الموضوع قدامه شويه وقت، فخليني اعرف اعالجه ازاي. بس يعني اعتبر ان انت موافق؟ بالظبط كده، اعتبر ان انا موافق. ايوه كده، ارجع رمزي اللي انا حبيته. في موضوع تاني انا عايزك فيه. خير؟ بعد الكلام اللي انت حكيته لي امبارح ده، لازم ننجز في موضوع سعد ونور. نور بنتك طيبه جدا يا رمزي، خلي بالك ممكن اي حد يضحك عليها. ومين بقى اللي قال لك ان انا رحت له؟ انا اللي جايباك هنا وبسالك ايه اللي وداك عنده. ده الواد ده قلبه جامد قوي بقى، ده غريب. مع اني قايل له ان هو ما يبلغكيش بحاجه، ومع ذلك اتصل بيكي. انا اللي اتصلت بيه، ومش بس اتصلت بيه، انا كمان شفته ولسه هشوفه تاني. ولعلمك بقى يا سعد، لو قربت منه هيبقى اخر يوم ليك هنا في الشركه. شكلك كيوت قوي وانت بتهدديني، مش لايق عليكي خالص يا نور، مش لايق. مش مهم اللي علي، مهم اني ابقى قد كلامي. جرب كده وانت تشوف. يا نور انا خايف عليكي، صدقيني يا نور انا خايف عليكي. هو انت ليه دايما بتتعاملي معايا ان انا انسان وحش؟ ليه دايما بتتعاملي معايا ان انا ضدك؟ عارفه يا نور، انا جايز اكون اكتر انسان بيحبك في الدنيا دي، مش جايز. لا اكيد. وانا حذرتك قبل كده من انك تتكلم معايا بالطريقه دي، حصل ولا لا؟ ما هو مش غلط، مش غلط ان الانسان يعبر عن احساسه ومشاعره. ما انت عبرت قبل كده وقلت لك اقفل الموضوع، خلصنا بقى. عشان اخر مره رديتي عليا في الموضوع ده كنت مقيماني غلط، شايفاني من بره. يا نور انت عمرك ما اديتي لنفسك فرصه ان انت تشوفيني من جوايا. انا عارف ان شكلي ممكن يدي انطباع معين، بس الانسان مش بشكله. نور ارجوكي
ادي لنفسك فرصة واحدة بس، فرصة واحدة بجد تعرفيني. يا سيدي انت احسن واحد في الدنيا وما حصلتش، بس مفيش كيمستري، عادي بتحصل على فكرة. بعدين انا مستغربة قوي ان انا جايباك اتكلم معاك في موضوع وانت دخلتني في موضوع تاني خالص. عشان موضوع تافه، عشان اللي بتتكلمي فيه ده موضوع تافه. مين الشحات ده اصلا عشان يشغلنا انا وانتي؟ فوقي فوقي يا نور، ما تخليش حد يضحك عليكي. انا مش قادر استوعب فعلا ازاي عيل فاشل زي ده ما قدرش يقنع طول عمره مخرج انه يديله كلمتين يقنعك انتي ازاي. انا اسف اسف، انا لما كنت بتدخل في امورك فكان ده بغرض اني احميكي، بس بما اني يعني ان تدخلي بيضايقك للدرجه دي وبيسبب لي ازعاج، فانا من النهارده مش هتدخل تاني في حياتي. يبقى احسن ماشي يا نور. طب هستاذنك انا. ده بس ده كام كالوري ده؟ ما تسأليش عشان ما تزعليش. بس خلاص بيقول طبيعي. لا لا انت بتاكلش ليه اصلا؟ لا اصلا انا كمان بحافظ على الكالوريز بتاعتي عشان عندي سور بكره. بجد؟ ايوه. ازاي؟ في واحد صاحبي كده بتاع كاستنج يعني عمال ازن عليه بقالي فتره، فجاب لي مشهد في مسلسل، مشهد كلام بس. ما تهزرش يا ربيع، انت ازاي ما تكلمش عن الموضوع ده؟ ده حلو قوي. ما انا بقول لك اهو. طب حافظ؟ اكيد طبعا. طب سمعني سمعني سمعني. ايه؟ انا في وسط الشارع. طب ايه المشكله يعني في وسط الشارع؟ طب احكي لي المشهد عن ايه؟ انت طالع بدور ايه؟ لبسك ظبطت ولا لا؟ احكي لي كل حاجه. ظبطت اللبس مع الانتاج يعني جايبين لي لبس لطيف المفروض يعني. طب هو انا ينفع اجي اتفرج؟ بليز بليز نفسي. ينفع؟ بجد؟ الله انا مش مبسوطه قوي. في الشارع. مشهد كله يا رانيا. اه والله؟ وانتي طبعا شايفه ان ده انجاز؟ ايوه طبعا انجاز، يعني بعد 5 سنين بيحاول النهارده هيمثل اول مشهد بيتكلم فيه. دي بدايه حلوه قوي وانا حاسه ان انا وشي حلو عليه، عشان كده هروح اتفرج بقى. يعني ظبط، عايزك تظبط معايا المشهد ده تمام. سعد باشا حبيب قلبي. ايه يا نجم النجوم؟ عامل ايه يا عالمي؟ والله معظمي كويس، انت عامل ايه؟ تمام زي الفل. بقول لك ايه صحيح؟ العربية اللي انت كنت طلبتها مني موجودة. يا باشا ما انا قلت لك العربية دي غالية وانت مش عايز تهزلي في السعر ولا تعمل معايا اي وجه. مع اننا عارف يعني ان احنا اصحاب وحبايب. ولا هو وائل اللي ليسي بس اللي حبيبك؟ لا عيب عليك، ده انت حبيبي ما تقولش كده. طب اقول لك على حاجة؟ انا العربية دي هديها لك بسعر اقل من اللي انت قلته. يا ريت يا معلم تبقى ظبطتني. بس يعني ليه عندك طلب؟ انت تؤمر يا باشا. في عيل ممثل كده اسمه ربيع، المفروض ان هو جاي لك النهارده عشان يصور معاك مشهد. الواد ده غلط في حقي وانا عايز اردها له. ده مين العيل التافه ده اللي يقدر يغلط فيك؟ ده يمشي فورا. لا لا فهمتني غلط يا عالمي، بالعكس انا عايزك تسيبه، بس عايزك تهينه، عايزك تكرهه في حياته، تكرهه في التمثيل، يكره اليوم اللي فكر فيه ان هو يمثل. وما يصعبش عليك،
كل ما تهينه أكتر كل ما هقلل لك في سعر العربية أكتر. بس أرجوك يعني تصور لي كل اللي هيحصل. سلام. حلو قوي بجد؟ والله زي الأول. مش عارف ليه أنا ابتديت أتوتر وأحس إني نسيت كل كلامي. إيه الهبل ده ليه يعني؟ ما أنت حافظ مشهدك كويس، ممثل حلو، خليك عندك ثقة في نفسك كده. خبيري في المشهد؟ خبيري تعال. معلش. هو مين الواد واقف هناك ده؟ ربيع، ده اللي عامل دور جار الأستاذ وائل. ربيع. طب يلا شد الإيقاع، يلا يلا. ده هيطلع عينك ربيع. انت يا ابني انا تقريبا. ايوه انت تعالى. المخرج بينادي عليا. يا استاذ. في مين؟ انا ربيع لطفي الممثل اللي هلعب دور سيف. ايوه يعني تبع مين اللي مرشح؟ مش فاهم. هو حضرتك الريجيسير كلمني وبلغني بالاوردر فانا جيت. انت بقى عايز تمثله كده صح؟ ايوه يا ريس انا يعني بحلم بالتمثيل من وانا صغير وبصراحه كنت مستني فرصه زي دي والشرف ليا ان انا ابقى مع حضرتك في عمل يعني. ما تنفعش. وشك فلات يعني مش معدل. فندم انا بعد اذن حضرتك يعني انا قاعد بذاكر الدور من امبارح ولو اذا امكن يعني حضرتك تديني فرصه. يا ابني الممثل ده عينين وانت عينيك دي بالنسبه لي مش موجوده. بص انا هسيبك تخش تعمل مشهد وانا مقتنع باللي في دماغي يعني اللي في دماغي مش هيتغير بس عشان اثبت لك انك فعلا ما تنفعش. يلا اتفضل روح ذاكر. يلا ماشي يا ريس. يلا بطل يا استاذ زفير عايز نجلس. واضح ان الاستاذ مدحت متعصب شويه بس يعني بس تمام يعني انا متفاهم يعني تحت ضغوط الشغل وكده بس انا يعني مركز في المشهد بتاعي وعامله كويس بس هو عادي يعني المخرجين كلهم بيبقوا معصبين كده من ضغط الشغل وعنده شغل كتير مش عارفه يعني. بص اهم حاجه انا عايزك تذاكر المشهد كويس عشان تعمله بطريقه حلوه فهو يعني يتبسط منك ويجي يعتذر. صح. تيجي تيجي نروح على جنب نقعد نقرا مع بعض. ماشي ماشي يا ريت نعمل كده. تعالي تعالي نروح هناك. اقعد بصي انا هقول شخصيه سيف وانت هتقولي هدى. ماشي ماشي اوكي. هو المفروض في الاول تقريبا بيبقى غاضب وحاجه كده مكتوبه على يمين الوصف. اليمين ده اللي هو فين بالظبط؟ بصي اي سيناريو كده بيبقى فيه يمين السيناريو اوكي وصف الحاله تقوليها كده. يدخل سيف وهو يبدو عصبيا وغاضب. شكلي غضبان؟ شكلك غضبان. يلا ابتدي. انت بتعملي ايه هنا؟ ايه ده انت بتراقبني؟ ردي على السؤال. مالكش دعوة، أنت مالكش عندي أي حاجة على فكرة. يلا ربيع، مش هاجي دلوقتي. طيب حاضر. متخافش متخافش. أنا حاسس إن المخرج ما بيحبنيش. لا طبعًا هو مش هيحبك ليه يعني؟ أنت عامل شغلك صح وهو يبقى مجبر يحبك ويحترمك، ما تقلقش خالص بس أنت لازم تفك نفسك، فاهم قصدي؟ صح صح، إحنا بس لو عملنا بروفا أنا هفك. إن شاء الله يعني المفروض نعمل بروفا في الأول. طب خلي معاكي السيناريو. ماشي أوكي، ما تقلقش. شكرًا أوي شكرًا أوي. خبيري بقول لك ايه انا حالي المشهد دليل امبريك بريك يا اساتذه حبيبي يا عالمي عامل ايه بقول لك ايه يا باشا انا مرمط لك الواد على الاخر ومطلع لك عينه بص واجيبه واقعده وارجعه بص مرمطه لك حبيبي بس في حاجه غريبه كده في بنت نظيفه معاه كده شكلها بنت ناس يعني وعماله ترجع له ومهتميه بيه قوي انا قلت بس ارسيك على الحوار ماشي ما هي دي البنت اللي انا عايزك تبهدل قدامها الواد ده بيضحك عليها ومفهمها ان هو ليه لازمه فاحنا عايزين نفوقها عشان هي بتعاند وزي ما اتفقنا تصوره لي وانت بتفين وتبعت لي الماتيريال وما تقلقش العربيه اللي اتفقنا عليها هديها لك وبسعر عمرك ما تتخيله لا يا باشا مش موضوع عربيه ولا حاجه سيب لي بس انا الواد ده كده مش عاجبني اصلا حبيبي تمام تسلم لي يا فنان يلا سلام مع السلامه سلام دي عنده في اللوكيشن وبتراجع له وبتحفظه دي ناقص تمسح له عرقه الشحات ده هي البت دي هبله ولا ايه؟ هي نور كده عاطفيه شويه طبعا ده على سنه هبل ما علينا يا سعد
انت لازم تخلصنا من الحوار ده. انا كفايه عليا رمزي، اوعى تفتكر ان رمزي عشان بيحبني عبيط. رمزي مصحصح قوي، مفيش مليم بيديهولي غير يعرف رايح فين وجاي منين. قلت لك من الاول رمزي ده مش سهل، انت اللي ما صدقتنيش. وانا مش عايزه منه غير حقي. معلش يعني هو متجوز بنت مصر كلها تتمنيها. خلاص بقى يقدرني. ما علينا، انت لازم تخلصنا من حوارات البنت المجنونه دي. ما تقلقيش، كله بأوانه، كل حاجه هتتظبط. استاذ خبيري، هو انتوا شلتوا الكلام من حواري؟ لا ليه؟ عشان يعني المشهد كان نهار وفجاه بقى ليل. يعني في مؤلف ومخرج وانت جاي تعدل عليهم؟ لما المخرج يقول ليل يبقى ليل يا ربيع. يا استاذ خبير يلا عندنا تصوير. تعالى تعالى يلا يا بيه. يلا يا عم عشان ما تبقاش كلام. حاضر اشوفك المشهد. ماشي انت هتدخل كده. والاستاذ عايز يقف هنا وانت واقف هنا. وهتقول لها اول جمله. فهمت؟ فهمت. جاهزه؟ جاهزه. يلا قولنا سيت اند اكشن. طب معلش استاذ مدحت، معلش احنا مش هنعمل بروفا. طيب لا يا حبيبي مفيش بروفا، ما عنديش وقت. ولما اقول اكشن ما اسمعش غير الحوار اللي مكتوب في السكريبت. ممكن؟ انا اسف معلش انا اسف بابا. يلا قولنا تاني. انسد انسد اند اكشن. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه ده انت بتراقبني؟ ردي على السؤال. مالكش حاجه عندي ومالكش دعوه بيا اصلا. لا لا يا عندي. استني يا جماعه استني، انت بتزعل ايه يا استاذ؟ بمثل حضرتك. يعني مين اللي قال لك تزعق؟ ده داخل خناقه. هو كانت مكتوبه بس في الحوار اللي على اليمين، فانا بقى انفذ يعني. انا اسف. تمام يا استاذ يلا. على فكره الولاد ما لهاش وحش، هو المفروض يزعق. بص هو كده كده انا مش عاجبني يعني، انا ناوي اغير بصراحه. ده اوفر قوي. تمام بقى يعني انا بدي له بس الفرصه كامله. يلا يا جماعه ارجع تاني، هندخل من عند. ارجع هندخل من عند. ردي على قد السؤال. انسد اند اكشن. ردي على قد السؤال. انت مالكش حاجه عندي اصلا، مالكش دعوه. لا ليه عندك كتير، كرامتي اللي اتهانت، حبي اللي انت خنتيه، ايام وليالي بشتغل عشان احاول اساعدك، وفي الاخر ايه؟ جايه تقابلي راجل تاني عشان تشتغلي تتسلي بيه زي ما عملتي معايا؟ لا انا ليه عندك كتير قوي. انا طلعت يا جماعه. ايه الاداء الزفت ده؟ انا قلت لك من الاول انت ما تنفعش. يا جماعه مين اللي جاب لي الاستاذ؟ هو ناقص عطله؟ استغفر الله العظيم يا رب. شغلانتي مالوش شغلانه بقى. هو حضرتك بتتكلم كده ليه؟ على فكره هو عنده لسان ويقدر يرد عليك كويس قوي، بس ما بيعملش كده عشان هو محترم. وعيب قوي لما تبقى فنان على فكره بتتكلم بالطريقه دي. معلش هو مين الاستاذه؟ انا مديره اعمال ربيع اللي هيبقى اهم نجم في مصر. يا انتاج فضوا لي اللوكيشن. يلا يا ربيع يلا يلا احنا ماشيين. جت ربيع. خططيني يا كريمة، مش تقولي لي طب وانت داخله. معلش انا اسفه، بس ايه شكلك سرحان قوي فعلا. ممكن اعرف في ايه؟ هكون في ايه؟ في الدنيا، في مستقبلي. طب يعني لما بتفكر في مستقبلك ما بجيش في بالك باي طريقه؟ الصراحه بفكر في شغلي بس. طب وانا اعمل ايه؟ الله يا كريمه، هو مش انت قلتي لي ان انت هتنسي الموضوع وخلاص هتتعاملي عادي؟ ايوه انا قلت كده، بس انا بحبك انت وعايزاك انت، مش قادره ابص في وش اي راجل غيرك. طب انا عايزاني اعمل ايه؟ دي حاجه غصب عني. يعني خلاص مفيش اي امل تاني؟ بقول لك ظروفي صعبه. طب بص انا هقول لك حاجه، انا مستعده ان انا ما اقربش منك خالص عشان يعني ما يبقاش في حساسيه من ناحيه حماده وكده، وهستناك لغايه ما ظروفك تتظبط وتقدر ان انت تتجوزني. هستناك ان شاء الله 100 سنه، بس سيبني اعيش على الامل ده. انا بجد مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه،
قول انك هتسيبني احبك وعيش على الامل. تصبح على خير. برافو يا رانيا، بجد انا مش مصدقه الداتا اللي انت جبتيها لي دي. تمام، ممكن بقى نركن شخصيه رانيا مديره المكتب دي على جنب ونتكلم كصحاب شويه. قول انت بتعملي ايه؟ اللي بتعمليه ده غلط. ليه مقبوره قوي كده في مشاعرك؟ بصي يا رانيا، في حاجات انا مش عارفه اشرحها لك. يعني انا واخده حاجه من مامي الله يرحمها ان انا دايما بمشي ورا احساسي، حتى لو احساسي ده غلط. لما بحس حاجه قوي بلغي عقلي. انا عارفه ان ربيع مش مناسب، وعارفه ان هو مش مفروض يشغلني كل ده، بس وده طبعا عشان مستواي المادي والاجتماعي. برضه انا عايزه امشي ورا احساسي. في اي حاجه تانية في غلط؟ لا مفيش تاني حاجه غلط، هو وضعه الاجتماعي والمادي. ايوه، وده انا هغيره. انا اي بليف ان ربيع، انا حاسه ان هو بني ادم كويس وطيب وموهوب، وممكن يبقى حاجه كبيره قوي في يوم من الايام. انا حاسه بيه. طيب انا ما عنديش اي حاجه تانية بجد اقولها لك. اللي انا عايزه اقوله قلته ورضيت ضميري. خلاص اعملي انت عايزاه. ايوه بس انت دورك لسه ما خلصش. انت دورك هيبتدي. هو انت فاكره ان بابي وسعد هيخلوني اعمل اللي انا عايزاه كده عادي يعني؟ لا طبعا. لا طبعا طبعا طبعا. انت داخله على حوار. ماشي، انا برضو هعمل اللي في دماغي. هعمله يعني هعمله. انا بعت لك صوره وعنوان الواد ده على الواتساب. عايزك تجيب لي قراره، بيقعد مع مين، مصاحب مين، مين البت جارته اللي بيلغيها وبتلغيه، مين الواد اللي مدينهم. عايز اعرف عنه كل تفصيله في حياته. يا باشا ما يشغلكش، 24 ساعة تبقى عارف كل حاجة عايز تعرفها أو مش عايز تعرفها عن الواد ده، بس منطقة كلها حبايبنا. متكتفة. تعجبني يا متكتفة، وأنا وعدك هتجيب لي كل التفاصيل اللي طلبتها منك، هديلك ضعف اللي بديهولك كل مرة. أمينة في حضنك. يخلق أنت نظام. إيه يا رنا؟ تمام طيب، جاي 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 حالا. يلا. أنا هتكلم بصراحة، أنا شايف إن اللي بيتقال ده كلام فاضي، حاجة كده ملهاش معنى. ليه يا بابي؟ فكرة إن إحنا نسبونسر تالنت دي حاجة مهمة قوي، وشركات كتيرة قوي بتعملها على فكرة. صح ولا أيوة إيه؟ أيوة أيوة، إحنا نجيب موهبة ونصنع منها نجم. أيوة. الموهبة بتبقى موجودة أصلاً، وبعدين بيجي كيان يدعمها. ده اللي أنا أفهمه، لكن أنتِ بتراهني على واحد ما تعرفهوش أصلاً. وعايزاني اغامر باسم شركتي على ولد مجهول بيشتغل كومبارس. ما تتكلم يا سعد، انا بتكلم غلط ولا ايه؟ الصراحه يا مستر رمزي غلط. غلط في ايه بقى؟ بص يا مستر رمزي، اولا فكره ان الشركه تتبنى موهبه جديده وتدعمها لحد ما تكبرها وبعد نجاحها تبقى هي الواجهه للشركه بتاعتنا، فدي فكره جيده جدا وتستحق الاحترام، خصوصا ان هي مش هتكلف الشركه مصاريف كتير، بالعكس هي هتكون مصاريف تافهه. غير ان الموهبه دي لما نصنعها هنستفيد منها قدام في المستقبل. ثانيا انا بثق في ذوق نور جدا، وطالما ان هي شايفه ان الولد ده موهوب يبقى هو بالفعل ولد موهوب، واحنا مش هنخسر حاجه. احنا هندعمه لحد ما ياخد فرصته، ونعمل زي ما هي قالت بالظبط، نجيب له ستايلست مشهور، كوافير، اكتنج كوتش محترم، نعمل له حملة دعاية، يعني الحاجات اللي بتصنع بيها النجم، ونزقه ونشوف. وانت شايف كده فعلا؟ اه. حضرتك بس ادينا موافقتك وانتظر النتيجة في النهاية، وهتبقى نتيجة مرضية بإذن الله، وانا مش هسيبها. بجد حاسس اللي انت بتقوليه ده خيال علمي. هو بجد رمزي بيوافق؟ ايوه طبعا. امال انا بقول لك تعالى نمضي وتحضر الريسبشن ليه؟ انا بجد مش عارف اقول ايه. ما تقولش حاجه، ما تقولش حاجه غير لما ننجح، ولما ننجح ده هيبقى نجاحك انت، ما انا مش همثل بديلك اكيد. المهم دلوقتي انا عايزاك تركز في يوم الاحد، عايزاك يبقى شكلك حلو قوي وتبقى very presentable. طب هو انا ما ينفعش اجي لابس الطقم اللذيذ بتاعي ده ولا ايه؟ مش قد كده. بكره الصبح هبعت لك اربع قمصان وشويه بدل عشان تختار منهم. طب على حساب مين؟ على حساب الشركة طبعا، مش على حسابي، ما تقلقش. لا لا انا مش موافق،
انا بصراحه هجيب اللبس بتاعي، وموضوع بقى اللبس ده اللي انت عايزه تجيبيه لي نخليه بعد ما امضي العقد. مش هينفع طبعا يا ربيع، انا عايزاك يكون شكلك حلو ولبسك كلاسي كده. انا هستعمل الصور دي في السوشيال ميديا، وعلى فكره الايفنت كبير قوي وجايبه صحفيين وقنوات وكله عشان يسجل معاك. وانت عملتي كل ده امتى؟ النهارده. لحقتي؟ هو انت بتعملي كل ده ليه؟ عشان انت تستاهل. انا هسالك تاني، هو انت بتعملي كل ده ليه يا نور؟ ليه؟ سكتي ليه؟ هو انت في رد معين عايز تسمعه يعني؟ قول لي. عايز اعرف الحقيقه. هي دي الحقيقه عشان انت تستاهل يا ربيع. يعني مفيش سبب تاني غير ان انا بستاهل؟ لا في، بس مش هقوله دلوقتي. ممكن فين؟ ممكن. عموما انا برضه في حاجات كتيره قوي جوايا عايز اقولها. طب ايه؟ قول. بس ينفع ما اقولش دلوقتي؟ ممكن؟ ممكن. ازيك يا سيد، عامل ايه؟ قول لي يا باشا، طالما نقلت شرف ان انا اشوف معالي. حبيبي بص يا سيد، انا معرفتي كنس، واللي يعرفني ويكسب ثقتي تبقى الست الوالده ده عياله قوي قوي قوي. وش يا باشا من غير ولا كلمه، انت امرني وانا نفسي. حبيبي طبعا انت عارف ان انا جاي لك النهارده بخصوص ربيع. صح يا باشا، واتمنى انك تكون ما بطوش، لان انا الواد ده اساسا ما بطيقش اهله. تعبيط يالا، مين ده اصلا عشان يشغلني احبه ولا اكرهه؟ ما تركز ياض وشوف انت بتكلم مين. يا سيد الواد ربيع ده كل الحكايه ان دماغه لفت منه شويه، ومتصور ان هو ممكن يلعب مع اسياد. احنا بقى هنعمل ايه؟ دماغه اللي لفت دي نعدلها له. نعدلها له يا باشا، ونعدل ابو دماغه كمان. تعجبني. بكره الصبح الساعه 9 تطلع على البيت عنده وتاكله حته علقه. عايز وشه ده ما ينفعش تاني خالص. سفلت لي وشه يا سيد. هو ده الحوار؟ هو ده الحوار يا معالي الباشا. والله العظيم ما كان ينفع تتعب نفسك وتيجي لغايه هنا عشان حوار تافه زي ده، كنت شاور بس. معلش يا سيد، بس انا بحب اعمل شغلي بايدي. يا باشا واعتبر شغلك حصل. تعجبني. يوم الحد تبعت لي صورته وهو متخرشم، ابعت لك عرقك اللي اتفقنا عليه. على راسي يا كبير. الو. الو، صباح الخير يا نجم. صباح الفل يا ست الكل. نمت كويس؟ بصراحة أنا ما نمتش خالص. إيه ده ليه؟ ده أنا كنت عايزاك وشك يكون مرتاح النهاردة. ما تلاقيش، وشي هيبقى زي الفل. طب يلا قوم بقى عشان ما تتأخرش. اخترت هتلبس إيه ولا لأ؟ أكيد. طب بقول لك إيه؟ هكلمك تاني بس عشان في حد بيخبط على الباب. لا لا خلاص ما تكلمنيش بقى، أنا مستنيك في الشركة. يلا ما تتأخرش. خلاص ماشي. سلام. باي. اتأخر قوي. ها، جربت اكلمه تليفونه مقفول. استاذه نور هو جاي امتى؟ انا عندي ارتباطات كتير. معلش هو زمانه جاي دلوقتي داخل علينا. نور. هاي بابي. البي ما جاش ليه لغايه دلوقتي؟ عندنا مواعيد. هو اصلا ازاي اتأخر؟ ما هو داخل علينا دلوقتي. بليز ما توترنيش اكتر من كده. رمزي بيه، انا شايف ان الصحفيين ابتدوا يتضايقوا جدا. احنا ممكن نعتذر لهم ونقول لهم ان ما حصل شيء طارئ، ونحدد لهم ميعاد تاني. على فكره هي نص ساعه بس اللي اتاخرها، وبعدين انا مش فاهمه هم جايين بدري ليه. انا اللي فهمته ان الميعاد الساعه 10 وبلغت بده. بس انا قايله لرانيا 11. انا ما غيرتش حاجه. يبقى انا سمعت غلط يا جماعه. طب احنا بعد اذنكم انا مضطر اخد الكرو واستاذن عشان عندنا كذا ارتباط دلوقتي. معلش يعني ما ينفعش حضرتك تستنى ساعه بالكتير بس؟ لا ساعه ايه؟ في الساعه دي كنا خلصنا الايفنت التاني اصلا، ده جنبنا هنا. طب ناسفين جدا يا جماعه، بنعتذر لكم وان شاء الله هنحدد لكم ميعاد تاني. بنعتذر لكم فرد فرد. شكرا. ربيع جه اهو.
انا اسمي ربيع صادق لطفي. طب مين اللي اكتشفك؟ والله انا من زمان يعني وانا بحب التمثيل طول عمري، وحاولت كتير الى ان قابلت نور وهي قررت ان هي تدعم موهبتي. طيب هل بتفكر تغير اسمك لاسم فني؟ على ما اعتقد ان مفيش فنان مصري اسمه ربيع قبل كده. ما انا شايف ان اسم ربيع اسم جميل، وهو في الاخر احلى موسم في السنه، يعني مش شايف ان الاسم هو اللي بيصنع البني ادم، ولكن البني ادم هو اللي بيصنع الاسم. بس وانا حابب اسمي جدا، فما اظنش اني هغيره. هل نفسك تمثل بره؟ يعني ايه الادوار اللي شايف ان انت ممكن تعملها؟ شوف يا ربيع، انا عمري ما اشتغلت في المجال الفني قبل كده بشكل احترافي، لكن اقدر اقول لك ان انا بفهم كويس قوي، واعرف افرز الكويس من الوحش. في الحقيقه يعني ما اخبيش عليك، انا لما لقيت نور متحمسه لك قوي كده انا ما كنتش مطمن، لكن لما شفتك وانت داخل مبدئيا كده ليك طله، عندك كاريزما، ودي من اهم الصفات اللي لازم تكون موجوده في اي ستار. انت واخد بالك من اللي بقوله؟ ستار، لان فرق كبير قوي بين الممثل والممثل الستار. ولا ايه رايك يا مروه؟ بصراحه يا رمزي انت عندك حق، ربيع بصراحه عنده كاريزما هايله. بالظبط كده، وعلشان نعمل منك النجم اللي احنا وانت بنحلم بيه بنحتاج انك تلتزم جدا بكل اللي هنتفق عليه. اكيد. وانا عايز بس لو تسمح لي اقول ان شرف كبير ليا ان انا اتعرف على حضرتك يا رمزي بيه. ثانيا انا ثقتي في نور كبيره قوي قوي. يا سعد حضرت العقود؟ اه طبعا يا رمزي بيه. واقفه بس على امضه النجم. اتفضل. يلا يا سيدي اتفضل وقع، ولا تحب تقرا الاول؟ ازاي يا فندم، يعني انا هراجع وراك ولا ايه؟ لا طبعا يا ربيع مفيش حاجه اسمها كده، اقرا العقد ولو في حاجه مش عاجباك كلمنا فيها. تمام اللي تشوفيه. ايه بقى الموقف اللي حصل لك؟ مش انت كلمتيني عشان تستعجليني؟ اه وبعدين جرس الباب رن. بالظبط. قمت اشوف بقى مين. خير يا سيد؟ وفي كده؟ مفيش اتفضل، مفيش تعالى اشرب شاي. ايه يا عم؟ يا سيد ابوس ايدك. النهارده اهم يوم في حياتي، لو انت جاي تغلس عليا خليها يوم تاني. هما كلمتين جاي اقولهم لك، ذوق عافيه هتسمعهم. اوعى كده. مش طالبها فرحانه النهارده. ايه يابا البدل الجامده دي؟ تعالى اقعد يا عم ربيع. فيها يا سيد؟ بقول لك ايه، انا خلقي ضيق ومش عجباني خالص اللقطه اللي انت عاملها دي. فبعد اذنك انت جاي في ايه؟ بصراحه جاي في شر. ازاي يعني؟ المفروض اعورك واخلي وشك شوارع، عرفت ازاي؟ انت اللي جاي تعمل ده من نفسك ولا في حد زقك لده؟ تخيل بقى لو كنت رسمت على وشك الحلو ده خريطه كنت لهفت 30,000 بير، وانت اصلا كلك على بعضك ما تعملش عندي 30 جنيه حد. بس انا قلت يا ده سيد مش هينفع برضه، لازم تبقى فاهم الحكايه فيها ايه. هو معقوله واحد يدفع 30,000 باكو عشان يشال فطك وخلاص؟ يبقى انت اكيد واحد مهم وانا مش واخد بالي. 30,000 باكو؟ ده انا نفسي اول مره اعرف اني بالاهميه دي. وده مين ده بقى اللي زعلان مني قوي؟ لا سامحني، انا ما بقولش اسامي العملاء بتوعي، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان هو حد تقيل قوي وبيكرهك قوي قوي ما شاء الله. لا احترم فيك مبادئك. انا مضيع حياتي كلها على مبادئ. طب وما بتنفذش ليه؟ امر الله يا اخي، شله يدي زي ما بيقولوا، سلاحي ما طوعنيش. بيني وبينك بلحظه كده حسيت ان انت مني، ومين ده اللي يخليني اغدر بيك عشانه؟ اي نعم انا بحب الفلوس وبحبها اكتر منك، بس بحبهاش اكتر من نفسي، لان انا بصراحه لو عورتك لا هستظرفني ولا هحبني، وانا بحبني جدا زي ما انت عارف. عشان كده قررت اسامحك وما اعملش كده، وخصوصا بعد الحاجات الحلوه اللي انا شفتها دي. اديني الطقم الجامد ده. في شيء يا ناسي، انت فرحان باسنانك ولا ايه؟ لا ده انت فرحان باسنانك بجد. الله، وكمان فاتح لي صدرك. انت هتحضني ولا ايه يا عم؟ مالك في ايه؟ ايوه عايز احضنك واشكرك
عشان انت النهارده هتكون السبب في ان حياتي تتغير. لم يابا ايدك، انا ماليش في احضان الرجاله، في بنات انا تمام. ماشي خلاص. طب اقعد اعمل لك كوبايه شاي حلو. ولا شاي ولا زفت، انا بس عايزك تقول لي حاجه. هو يعني ايه عشتك هتستريح؟ بص يا سيد، مش انت عارف ان انا عايز ابقى ممثل وحلمي ان انا ابقى ممثل مشهور؟ انا بقى النهارده همضي مع شركه هتتولاني وتقف جنبي وتساندني لحد لما ابقى نجم كبير. نجم؟ مشهور يعني؟ ايوه. وتتنك عليا بقى وبتاع وحاجات كده؟ طب معورك من دلوقتي. لا 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 لا، ليه يا عم سيد؟ انا برضه هعمل كده. يا ابن اللذينة، يعني انت هيبقى عربيات وقصور وحاجات كده؟ يا موسى. طب تعالى نتعاهد عهد. ما تخافش يا عم، دي مطوة. تعالى نتعاهد عهد، بقول ان انت لو بقيت نجم بجد ومشهور بجد والبنات بقت مجمومه حواليك، نتصور انا وانت صوره سيلفي وعلى الفيس. سيد طه صاحب الفضل. امين امين. وال 30,000 باكو برضه هتديهم لي. امين امين. حلو قوي ده. بس برضه مش عايز تقول لي مين اللي وزك عليا؟ ما انا لو قلت لك يبقى هنفذ. ايه رايك؟ لا 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 خلاص، ما بديهاش يا عم. دوختنا كل شويه افتح واقفل وما بعملش حاجه. طب يا سيد، أنا متأخر، لازم أخش أغير. آه فعلاً، أنت خدت من وقت كتير، خش أنت غير وأنا أخلع بقى. يلا، السلام عليكم. سيد، أنا مش هنسالك الجميل ده عمري. حبيبي يا سيد. لا كفاية بقى، كفاية. حبيبي والله تستاهل بوس. كفاية يا عم، السلام عليكم. أدي جزاء اللي يسيب نفسه لحد. دي حاجة غريبة أوي، إزاي اسمه سيد تهمة وطيب يعني؟ مش فاهمة. ده أنا اللي طيب. إن واحد زي سيد تهمة ده يرفض 30,000 جنيه ويشتريني أنا؟ دي أكيد معناها إن ربنا شايل لي حاجة كبيرة أوي. أيوه أنا متأكدة من كده طبعًا، بس بشرط، أنا عايزاك تسمع كلامي في كل حاجة. أول حاجة أنا شايفة إنك لازم يعني تتخلص من حاجات كتيرة قديمة في حياتك. يعني تبتدي حياة جديدة وكده، عايزة كل حاجة تبقى فريش. وتاني حاجة عايزاك تاخد ورك شوبس، تطور من نفسك في التمثيل، عشان لما تقف قدام الكاميرا تبقى واثق من نفسك 100% وبتعمل الحاجة الصح، فاهم قصدي؟ هو أنت ينفع تفضلي في حياتي لآخر يوم في عمري؟ يا سلام، ده اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ مش عارف بقى. عادي ما تقولش، براحتك. مبسوطة؟ مبسوطة قوي. انت مش متخيل الناس كانت بتقول عليك ايه بجد؟ يعني انت كنت قاعد بتمثل والمنتج والمخرج كلهم مبسوطين بيك قوي. يا نور. ايه؟ انا بقالي فترة يعني مش قليلة يعني. في حاجات كتير جوايا يعني عايز اقولها. بجد؟ لا استنى بقى. ايه ده؟ انت وقفتي ليه؟ عايزه ابص لك وانت بتتكلم، حاسه ان انت هتقول حاجه مهمه. طب انا اصلا كنت عايزه اكلمك في الموضوع ده وانت ساقعه عشان ما تبصريش. ليه ان شاء الله؟ يعني بتوتر وانت بتبصيلي في عينيا. يا سلام، لغايه دلوقتي؟ اه والله. طب ايه بقى، ما تغيرش الموضوع، قولي كنت عايز تقول ايه. طب ممكن ما تبصريش في عينيا على طول؟ يعني زي ما انا في التصوير كده بيقولوا لي يا ربيع بص يمين كاميرا او شمال كاميرا، انت بقى بصي يمين ربيع شويه او شمال ربيع، يعني مش على طول في وشي كده، ينفع؟ طب يلا اهو. ها قول. حاضر. انجز. انا كنت عايز اقول مساء الخير. خدتني. روح اصور المطايه لو سمحت. مين ده؟ انت مش ضابط اصلا. الرخص والبطايق. بيكلمني انا؟ ايوه. ادي له رخص. ايوه لازم ندي له رخص والبطايق، ما بيحصل. معلش يا باشا. حاضر. شايف التطويل بتاعك بيعمل ايه؟ شايف انت جايب لنا ايه؟ لا عادي، انا كده اتوقع من مروه اكتر من كده. رانيا، بقول لك ايه، اديني شويه كده واكلمك بس عشان بعمل حاجه. اوكي باي. ايه؟ معلش عايز اسمع لك بس الحوار بتاعي. يلا بينا. انا هبدا من تاني جمله عشان هي الاطول. اوكي. انا النهارده اهم يوم في حياتي. امبارح اهم يوم في حياتي، جبت النهارده منين؟ مش فاهمه. هو مساعد المخرج اللي غيرها، هو بقى لي لسه قايل. سوري معرفش. طب معلش، ممكن لو سمحتي بس بصي لي في عينيا. حاضر. وما تقاطعنيش. حاضر. عشان اركز. اوكي يلا. انا النهارده اهم يوم في حياتي، لاني قررت اعترف بحاجه انا بقالي فتره خايفه اقولها.
انا مهما لفيت الدنيا كلها شبر شبر، عمري ما هقابل واحدة في جمالك وحنيتك وذكائك وطيبة قلبك. انا النهاردة قررت اني اعترف لك واعترف للعالم كله ان انا بحبك يا نور. ايه؟ انا بجد؟ ربي انا مش مصدقة اللي انت بتقوله لي بجد. انا مش مصدقة بجد. انا كمان بحبك قوي. يعني انت سبتي شغلك عشان تيجي معايا التصوير بس؟ انت مجنونه؟ طب بذمتك لما كنتش جيت مش كنت هتلوث من غيري؟ الصراحه اه. انا بصراحه لما ببقى في التصوير وما الاقيكيش جنبي بحس ان انا هتجنن. شفت بقى؟ تخيل لو ما كنتش جيت النهارده ولا كنت قلت لي اي حاجه. طبعا انا اصلا من امبارح سايب السكريبت وعمال احضر الكلمتين وهقولهم ازاي. عايز اقول لك ان لو ما كانش حصل ده النهارده كنت اعتبرها اشاره من ربنا اني ما افتحش اصلا سيره الموضوع ده. هو انا ممكن اسالك سؤال؟ يعني اشمعنى قررت تقول لي كده النهارده؟ عشان ابتديت احس ان انا راجل ممكن يليق بيكي، راجل ممكن يساعدك، وبرضه حاسس ان انا طمنت. ولسه هتطمن اكتر ان شاء الله. ازاي؟ المنتج احمد ابو الفتوح جاي دلوقتي، جاي لنا على هنا. ليه؟ هيكون ليه يعني جاي يطلب ايدي منك مثلا؟ عايز يمضي معاك فيلم. ايوه بس انا فيلمي الاولاني لسه ما نزلش. اي حبيبي بس انت مسمع في كل حته، انت عامل دور حلو قوي، انت بس مش شايف نفسك. فطبعا هو كل واحد عايز يخطفك. ايه مبسوط؟ اكيد. انت من اكبر المنتجين في مصر، ده معناه ان انت اللي جاي. مش مصدق، انا حاسس ان انا بحلم. بقول لك ايه؟ هو انا ينفع جاي اطلب ايدك؟ انجز يا ربيع. والله بتكلم بجد. تقدر على مهري؟ ما تقدرش. ايه الاحراج طيب؟ انا عارف ان انا ما اقدرش. ايه يا عمري؟ قاعدة سرحانة في ايه؟ ولا حاجة. بقول لك ايه؟ الهاني مون خلص بسرعة قوي، صح؟ ده خلص جري. طب بقولك ايه يا ربيع؟ ما تيجي بقى نروح البيت وبلاش موضوع الاوتيل ده. لا بلاش دلوقتي، استني على الاقل لما اكون اشتريت شقه. مش عايز ارجع الفيلا وانا معيش شقه، ان شاء الله حتى يكونوا بيوضبوا فيها. بس لو رجعت دلوقتي كده شكلها وحش وشكلي كاني بستغلك، فانا مش حابب ده. طيب لا تشوفه. انا عندي خبر حلو. ايه؟ عشان انا جالي فيلم جديد. بجد؟ بس احنا مش هنقبل اي افلام دلوقتي، مش قبل ما فيلمك ينزل. عارف ليه؟ عشان نعلي اجرك. انت شايفه كده؟ ايوه طبعا. كلها كام يوم والفيلم ينزل. اتقل اتقل واسمع كلامي بس، امشي ورايا. ده انا همشي وراكي ان شاء الله لو هتوديني السجن. وراكي وراكي. يا سلام، وانا عمري وديتك السجن؟ لا طبعا. يعني اسمع كلامي بس، انت مش من اول ما عرفتني وانت كل حاجه حلوه في حياتك؟ اكيد طبعا يعني، بس هو انا ما كانش ليا دور خالص يعني، مش موهوب. أكيد يعني أكيد موهوب. وأنت لو مش موهوب كانت أي حاجة بعملها هتنفع؟ بس أنا بصراحة أنا عايز أعمل فيلم ده. ما إحنا قلنا خلاص لأ يا ربيع، مش قبل ما نعلي أجرك. أيوه بس أنا شايف إن أنا عايز أعمله. هو أنت مش لسه حالا دلوقتي بتقولي همشي وراكي في أي حاجة؟ أيوه أنا عايز أمشي وراكي في أي حاجة، بس إحساسي بيقول لي إن لازم أعمل الفيلم ده، ده فيلم مهم. ربيع انت حتى ما قريتش الدور لسه. ايوه بس مدير الانتاج كلمني وقال لي ان ده دور بطوله، فاكيد هيبقى حلو ليا. ايوه بس حتى لو كده احنا لسه ما عملناكش اجر، احنا عايزين نعمل لك اجر عشان تبقى معروف في السوق، انت ليك اجر معين بتاخده. صدقني الدنيا هتختلف قوي بعد الفيلم يا ربيع. ايوه بس انا عايز اكسب الشركه دي. ما انت هتكسبهم على فكره، مش هتخسرهم خالص، بس انت لازم ترد عليهم وتعتذر على طول عشان ما يفتكروش ان انت علقتهم. يا نور انت ليه عايزه تعطليني؟ انا بعطلك يا ربيع؟ بعد كل اللي عملته معاك انا بعطلك؟ عامة ثانك يو. وانت لو عايز تعمل الفيلم يعني انت ممكن برضه. وايه بقى؟ نلغي العقد؟ بصي انا هعمل الفيلم ده، يعني هعمله. عاجبك عاجبك، مش عاجبك تمام. نلغي العقد زي ما قلت لك.
عاجبك عاجبك، مش عاجبك تمام، نلغي العقد زي ما قلت لك. أسلوبي كان غريب، أنا نفسي مش مصدق إن أنا اتكلمت بالأسلوب ده، مستغرب نفسي، معلش أرجوكي سامحيني. ربي أنا مش مصدقة الطريقة اللي أنت اتكلمت معايا بيها، أنا مرة واحدة حسيت إن أنا مع حد معرفوش، بصراحة ما عنديش ثقة فيك وخايفة أشوف الوش ده منك تاني. أوعدك يا حبيبتي دي آخر مرة تشوفي فيها الموضوع ده. أنا زي ما قلتلك أنا مستغرب نفسي. يا نور أنتِ مش فاهمة. أنتِ أحسن حاجة حصلت لي في حياتي. أنا بس كنت مبسوط شوية إن فجأة جالي شغل كتير ومع ناس كويسة. مش مصدق إن أنا برفض ده بإيدي. يا نور أنا اتظلمت قوي في حياتي. والدنيا كانت دايماً مقفلة في وشي، أنا وصلت لمرحلة خلاص ما كانش عندي أي أمل في الدنيا. كويس الحمد لله الدنيا ضحكت لك دلوقتي. شوف انت عملت ايه بقى عشان الدنيا تبص لك بالطريقه دي، واسال نفسك يا ربيع لو انا كنت سبب في اللي انت فيه دلوقتي. اكيد طبعا دي فضلك عليا عمري ما هنساه، ان شاء الله لو عشت مليون سنه. وعايز اقول لك على حاجه، انا كلمتهم واعتذرت لهم عن الفيلم، قلت لهم انا مش هعمل الفيلم ده غير لما فيلمي ينزل الاول. بجد؟ اه والله. عملت كده امتى؟ عايز اقول لك اول ما نزلت تحت في اللوبي ما استنيتش دقيقه ورحت مكلمه. وليه عملت كده؟ عشان اولا بحبك ما اقدرش على زعلك، ثانيا عشان انتي رايك دايما صح. طب ولما انا رايي دايما صح ليه سايبني كل ده وما جتش تصالحني؟ صراحه كنت مكسوف مش عارف اوريلك وشي. سامحيني يا نور، أوعدك دي هتبقى آخر مرة، صدقيني آخر مرة. سامحيني بقى. لا إيه الربع ضحكة دي؟ أنا عايز ضحكة من القلب وتقولي لي سامحتك يا ربيع. خلاص بقى. خلاص بقى إيه؟ قولي سامحتك يا ربيع، عايز أسمعها. بس يا ربيع بجد والله مش قادرة. أنت عارفة بموت الطريقة اللي بتقولي لي فيها يا ربيع، انا طول حياتي الناس بتقولي يا ربيع يا ربيع. انتي يعني عمري ما سمعت حد بيقول اسمي بالشكل ده. لا انا لازم اراجع على ده كله، كل ده خرج من مكتب مروة، ومروة ميح عمالة بس تعاند في رانيا وبتتصرف تصرفات غلط، فرق كبير بينها وبين نور. مش عايز حضرتك تقلق خالص، أنا فعلا براجع وراها كل حاجة خصوصا الحاجات المهمة دي، مش عايزك تقلق خالص يا مستر رمزي. لا أنا هحاول أقنع نور إنها ترجع. وهتودي مروة فرع الغردقة لما يفتح؟ لا 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 سيب فرع الغردقة دلوقتي خالص، أنا هخليه هولد، مستحيل أودي مروة، بقول لك مروة دي منيح. شكلهم وصل. طب يا مستر رمزي أنا هراجع العقود دي وأجيبها لحضرتك تاني. ماشي أوكي. بابي اهلا اهلا حبيبتي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه ده ازيك يا رمزي؟ ايه ازيك يا ربيع؟ الله يخليك. فين الشنط؟ ما تجيبهم بره. يلا. طب انا مضطر امشي عشان لازم اروح الشركه. ماشي سهل. اوكي نشوفك. يلا جود لك. شكرا. الاكل جاهز لكم. ده انا وحشني اكل البيت قوي. حبيبتي وحشتيني وحشتيني قوي. ايه ده انت لسه ما لبستيش؟ انت اللي لابس بدري قوي. قولي دي ولا دي؟ انا شايفه دي احلى كلاسي اكتر يعني، صح؟ اوكي البس دي. تفتكري هيدوني الجايزه؟ ايوه طبعا. ايه الثقه دي؟
ربيع انت تستاهل على فكره، وبعدين لو فكرت فيها مين تاني عمل ادوار حلوه غيرك السنه دي؟ مش عارف بس بحس الحاجات دي فيها حسابات تانيه. لا 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 ما تقلقش خالص، يعني على فكره مفيش حاجه قلقاني غير موضوع وائل الليثي. ربيع انت لما تشوفه لازم تسلم عليه وتروح له وتديله برستيجو، يعني بي نايس عادي. يعني انت عارفه هو كلمني من فتره وما ردتش عليه، ما كنتش عارفه اقول له ايه اصلا. ايوه انا فاهمه الموضوع ده سنسيتيف قوي. طب يلا هسيبك اروح البس بقى. طب يلا عشان ما اتاخرش. على طول اهو. خير عليكم. وبس الموضوع مرعب شويه وانا واقف هنا اتفرج على حضراتكم اساتذه كبار نجوم، لكن سعادتي كبيره جدا لان بعد رحله معاناه عملت اول فيلم ليا وباخد عليه جايزه احسن ممثل. فعلا احساس ما يتوصفش، والفضل في ده بعد ربنا طبعا هي زوجتي ومديره اعمالي وحبيبتي نور رمزي. وحابب اقول بس فعلا لولا وجودها في حياتي ما كنتش هبقى واقف قصادكم هنا النهارده. شكرا. ممكن تقولي لنا ازاي وثقتي في ربيع وعرفتي انه موهوب؟ هل تجربتك مع ربيع تفتح الامل لكبار السينما والتلفزيون ان هم يكونوا نجوم؟ طب واحده واحده بس عشان اعرف ارد على اسئلتكم. طيب مين اللي بياخد القرارات لربيع في الشغل؟ وهل فعلا انت اللي متحكمه في كل شيء؟ الحقيقه هو العقد اللي بينا كده، وربيع متفرغ لموهبته وبيحب التمثيل جدا، وانا ماسكه الحته بتاعت الاتفاقات وكده عشان بعرف اعملها احسن منه. انا بس ربيع انت لسه ما غيرتش؟ خش اغير دلوقتي. بابي كلمني وبيقول انه عايزني ارجع الشغل من بكره، بس انا بصراحه مش عايزه. ليه؟ عايزه اتفرغ لك، بس في نفس الوقت مش عايزه اكسفه، يعني هو بيقول انه هو محتاجني قوي. يبقى تروحي له. وانا بفكر اعمل كده، بس في نفس الوقت هبقى مركزه معاك برضو. يعني ما خلصنا في ايه؟ هو انا طفل؟ على فكره انا اعرف اخد بالي من نفسي. قصدك ايه يعني؟ مش فاهم. قصدي ان انت يعني ممكن تنزلي بقى تركزي في شغل الشركه وتسيبيني انا اتعامل، لان انا على فكره مش جاي من ورا الجاموسه. انا بفهم. ايوه بس انا شايفه ان انا مفيده ليك برضو، يعني بنفعك في حاجات يا ربيع. على فكره لو انا حاسه ان انا مش مفيده كنت بعدت من زمان. لا بس انت عجباكي لقطه ان انت تبقي متحكمه في حياتي ومسيطره في كل حاجه. وعلى فكره الاسئله اللي سالوها الصحفيين دي اسئله ما تتسالش اصلا، ومش عايزه اسمع الكلام ده تاني. هو انا مش فاهمه، انت بعد ما بقيت نجم ومشهور دلوقتي بقيت انا عيب عليك يا ربيع؟ لا انا ما قلتش كده، انا بس عايز مساحه حريه ان انا اللي اعرف اتكلم بنفسي. وبعدين انا قدام كل الناس اهو قلت وشكرت فيكي، ما بنكركيش خالص. ربيع انت لازم تثق فيا، احنا لما عملنا العقد اللي بيننا. يخرب بيت العقد. طب خلاص اهدى، انت يمكن اسئله الصحفيين ضايقتك النهارده، او انا مثلا رديت بطريقه ما عجبتكش، أو رديت رد غلط في حاجة، أنا آسفة. بص أوعدك إن أنا مش هعمل كده تاني، هاخد بالي من كل كلامي. ربيع أنا بعمل كل ده عشان مصلحتك، أنا حتى لما عملت العقد معاك عملته عشانك أنت وعشان مصلحتك أنت. حلو. أنا لو في يوم حسيت إن العقد ده مش في مصلحتي أو بيضرني هلغيه.
صباح الخير. صباح النور. أمال نور فين؟ راحت الشركة. مش أنا شفت الحفلة بتاعتك امبارح؟ إيه ده بجد؟ حتت كده يعني على الفيسبوك، بس كانت حلوة، مبروك. الله يبارك فيكي، شكرا. بس نور يعني ما شاء الله عليها، كانت واكلة الجو منك خالص. إزاي يعني؟ يعني كل الأخبار نزلت النهاردة بتتكلم عن نور أكتر بكتير ما بتتكلم عنك. مش عارفة، حاسة كده إن نور محتاجة تديك مساحتك، أو يمكن تقلل الظهور معاك. سيبك تتنفس يعني، ولا إيه؟ يمكن. بقول لك إيه؟ مش أنا بفكر أجرب موضوع التمثيل ده؟ بجد والله؟ تعرفي تمثلي؟ طبعًا، أنا موهوبة، عاجبك قوي. طيب، معلش أنا لازم أخلص السيناريو ده وعندي شوية مشاوير. أنا إذنك. أوكي، بس بقول لك إيه؟ فكر في اللي قلته لك. تحب نفسك شوية. ربيع. هو انت ليه مش عايز اجي معاك؟ انا مش فاهم يعني، هو انا ما ينفعش اخرج لوحدي ابدا؟ لا ينفع، بس هو انت خارج مع مين؟ مش فاهم. قابل مدحت الرملي. يعني مشوار شغل. طب ما انا اجي معاك عادي يعني. انا رايح اتكلم في السيناريو في الدور، فما اعتقدش ان ليها لازمه. لما اروح اتفق ونتكلم في امور اداريه مفهوم، لكن لما هنتكلم في الفن بتهيألي دي مش منطقتك. طيب خلاص، اللي تشوفه يا ربيع. ماشي. اكيد. يلا انا ماشي. ربيع ابتدى يتغير. طب اقول لك ايه؟ اقفلي. باي باي دلوقتي. باي باي. اهلا اهلا بالنجم. ازيك يا ربيع؟ ازيك يا مدحت؟ تمام. اتفضل اتفضل. نور ما جاتش معاك يعني؟ لا، نور بتيجي معايا في الاتفاقات والحاجات دي. طيب قبل ما نبدا في اي حاجه، كنت اتمنى يعني اللي حصل بينا زمان ده ما نوقفش عنده. انا كنت فاهم غلط. لا لا اكيد يا مدحت، وبعدين انا اكبر بكتير من ان انا اقف عند موضوع احبل زي ده. انا يكفيني ان انت تعترف بغلطك. كويس كويس انك بتفكر كده، لاني بصراحه كنت عايز على اول ما اشتغلش معاك. شغل شغل. طيب نخش في موضوعنا بس عشان عامل الوقت. يا ريت. انا قريت السيناريو، هو لذيذ جدا وفكرته حلوه قوي، بس انا شايف ان هو محتاج شويه تعديلات في السيناريو. تمام، انا هبعت لك عنوان الشركه. ممكن. لا لا انا مش عايز اروح شركات. بعد اذنك ممكن تشرفني انت والمنتج في الفيلا ونمضي هناك. تمام عادي جدا، بس في الحاله دي ما تزعلش مني، انا هاجي لك بالمنتج الفني بقى. اكيد مفهوم. ممكن اسمع حضرتك؟ طبعا طبعا، معلش عن اذنك. طبعا طبعا، اتفضل اتفضل. والله دي اقصى حاجه المنتج ممكن يدفعها. بس هو ربيع رقمه في التوزيع اعلى من كده بكتير. عامه هو لو مش نافع دلوقتي احنا ممكن نبقى نعوضها في حاجه تانية ان شاء الله. اكيد مدام نور، الدور عجب استاذ ربيع جدا، وفي الحقيقه انا مش شايف غيره في الدور ده. معلش انا اسف يعني، بس انا مش عارف ليه حاسس ان حضرتك بتطفشي. لا 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 خالص، انا ما بطفش، بس هو الفكره ان هو له اجر واحنا مش عايزين ننزل عن الاجر ده، يعني مش شايفين سبب ننزل عشانه. بس ده اخرنا في الشركه في الرقم ده. خلاص خلاص انا موافق. على خيره الله، وادي العقود، وقع هناك. الف مبروك. بعد اذنك. كده برافو عليك. بص، هي مراتك طبعا على عيني وعلى راسي، بس هي كده هتعطلك وفي نفس الوقت هتخوف الناس منك. يلا بقى امضي عشان نقول مبروك. يلا يلا. هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهمه، انت بتحرجني قدام الناس؟ على فكره بقى احنا في بينا عقد ولازم تلتزم بيه. وانا مش هلتزم باي حاجه بتعطلني، انا عملت الصح وانت كنت هتضيعي مني الدور. لا طبعا ما كنتش هضيع منك اي دور، انا كنت واثقه ان الراجل هيرجع يكلمك. انت ما بتعرفش تتفاوض، اعمل ايه؟ انا ما بعرفش اتفاوض، ما بعرفش افكر، انا ما كنتش متخيل ان انا متخلف قوي كده. لعلمك بقى انا بعرف اتفاوض وبفهم احسن منك الف مره، ويا ريت تبتدي تاخدي مسافه عن شغلي او تبعدي خالص، لانك بداتي تعطليني بجد.
انت شايف ان انا بعطلك؟ اه شايف كده، مش انا لوحدي اللي شايف كده. يعني بعد كل اللي عملته معاك انت دلوقتي شايف ان انا اللي بعطلك؟ يوه يا حسن، كل ده عشان ايه؟ عملت لي كام صوره وفتحت لي فان بيج على الفيسبوك. على فكره اي حد يعرف يعمل الموضوع ده. فكره نجاحي ليه علاقه بيا، بموهبتي وقبولي. فوق نفسك. لا فوق انت يا ربيع، انا رهنت عليك وانت كنت ولا حاجه، اتخانقت مع ابويا، سبت شغلي، عملت كل حاجه في الدنيا عشان ابقى معاك وعشان تبقى بني ادم كويس. دلوقتي بتقولي ان انا ماليش لازمه في حياتك؟ على فكره بقى يا ربيع، انت لو كنت تعرف تعمل اللي انا عملته لك لوحدك كنت عملته من زمان. ما تنساش ان انا عملت لك كتير قوي، واني نقلتك من اللي انت كنت فيه للي انت فيه دلوقتي. ايوه ايه بقى اللي انا كنت فيه؟ لا قوليها، لو النبي لا تقوليها، قولي ان انت عملتيني من كومبارس النجم. انا ما قلتش كده على فكره. ولا تقدري تقوليها، لان مفيش حد عملني غير انا، ومن هنا ورايح انا اللي هسوق حياتي بنفسي. عاجبك عاجبك، مش عاجبك تعالي نفضها سيره. مش فاهمه يعني ايه نفضها سيره. والله انا كلامي مفهوم، لو عايزه نكمل مع بعض يبقى نفسخ العقد، ولو انت عاجبك قوي العقد ومتمسكه بيه خليه، بليه واشربي ميته، بس ساعتها مش هينفع نبقى مع بعض. قلتي ايه؟ عقد ايه؟ انا العقد ده عملته عشانك وعشان بحبك، عملته عشان مصلحتك، ولو مضايقك قوي حوار العقد ده عادي احنا ممكن نلغيه، بس مش قبل ما تطلقني يا ربيع. انا اللي هكون معاكي صريح كده، كفايه كده، ومادام خلاص بجد. الله الله الله، ايه يا ربع جو التناكه ده؟ من امتى بتركب ورق يا معلم؟ ايه ربع دي يا احمد؟ ايه يا معلم؟ ما انا متعود احنا لوحدينا اكلمك كاصحاب يعني. ايه جو الرخص ده؟ لا من هنا ورايح تبتدي تتعامل معايا بالاصول وبالمظبوط، الدنيا بتتغير. بتتغير عليا انا؟ قوام كده يا صاحبي. اه انت واضح ان انت ما بتفهمش. انزل. في ايه يا ربيع؟ انزل. بكرة تبقى تعدي وتصفي حسابك، تمام؟ انت فين؟ انا بايت في اوتيل. قررت عايز تعمل ايه؟ زي ما قلتلك انا عايز الغي العقد. وانا زي ما قلتلك انا مش عايز العقد ولا عايزاه، واعتبر العقد مش موجود ولا انا كمان موجود. فكر بقى وشوف انت عايز ايه وقول. عايزاكي في موضوع مهم. طب بقولك هكلمك تاني عشان بس عندي شغل. في ايميلك؟ سعد كلمني وقال لي ادخل على الكمبيوتر بتاعه عشان اطلع اوفر وابعته لشركه ELG. دخلت اعمل كده لقيت الميل بتاعه منزل باك اب بس في تسجيلات مكتوب جنبها اسمك. انا شكيت في الموضوع، رحت عامله فورورد الميل بتاعي وسمعت سعد حاطط جهاز بيسجل حاجه هنا في المكتب. تسجيل عندي انا في مكتبي انا؟ ايوه. مش عارفه يمكن يكون بيسجل لمروه ولا حاجه، ما هي مروه كانت قاعده هنا فتره. مروه ايه؟ دول عصابه كلهم مع بعض. أنا سمعت حاجات بس مش كتير، بس بجد بلاوي، وفي تسجيلات قديمة بتاعتك أنتي. الناس دي عصابة وبجد كل اللي عايزينه إن هما ياكلوا فلوسكم. عامةً أنا مش متفاجئة يعني، أنا قلت لبابي كتير إن هما مش كويسين. طب وأنت عندك تسجيلات دلوقتي على الميل؟ هو ما قالكش عايزنا في إيه؟ ما قالش، مش عارف، في حاجة غريبة. صوته هو بيتكلم معايا مش طبيعي. أنا قلبي مش مطمن. ربنا يستر. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا حضرتك. اهلا بالعصابة. في ايه حضرتك؟ مالك يا مصطفى؟ حاضر يا اخي. المثل بيقول من حفر حفرة لاخيه وقع فيها. في ايه يا رمزي الالغاز اللي انت عمال تقولها لنا دي؟ انت تخرسي خالص. أنا سمعت تسجيلات كتير قوي، لكن أحقر تسجيل فيهم كان ده. أنا مش هفضل عايشة على أمل إنه يموت وأورث فيه، أديك شايف صحته أحسن مني ومنك. عشان كده إحنا لازم نضرب ضربة واحدة تقيلة وخلاص. البت نوره خلاص راحت من إيدي، يبقى على الأقل لازم نستفيد من إنك بقيتي قاعدة مكانها، يعني تحت إيدك كل العمولات والسمسرة. بقولك إيه؟ احنا في شهرين ثلاثة ممكن نطلع بعشرة خمستاشر مليون، ويموت بقى سي رمزي وقت ما يموت. بس عايزك تركزي معايا. بس على فكرة انا ممكن
لك ربيع ونور دول طول الوقت في خناق. ودي تعمليها ازاي؟ هخليها تغير مني علي. ده برنامج يا مستر رمزي، برنامج. ده كل الكلام ده فيك، ده اي عيل صغير ممكن يعمل لحضرتك تسجيلات بصوتك وانت ما قلتش الكلام ده، مستحيل تقوله. دي برامج فيك والله. ليه يا لا؟ ليه؟ انا عارف ان موقفكم صعب قوي وشكلكم حقير بزياده، بس الحمد لله انا كنت فوق دماغكم ومفربلكم. انا بلغت عنك يا سعد وطلقتك يا مروة. رمزي ممكن بس استأذنك اطلع اخد حاجاتي؟ حاجاتك؟ حاجات ايه يا شحاتة؟ وانت جيت بحاجة خالص برا. ربيع ربيع، ازيك يا كريم؟ ازيك انت؟ وحشتني قوي. وانت كمان وحشتيني. مالك بتبصي لي كده ليه؟ مش مصدقه ان انت واقف قدامي دلوقتي. بس مش عارفة اللي واقف قدامي ده ربيع بتاع زمان ولا ربيع بتاع دلوقتي. بس لا، ده ربيع بتاع دلوقتي، نجم السيما. بس لو كده بقى يبقى ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي عشان اللي انت قلتيه ده. انا جاي عشان نفسي، عايز افهم انا مين. انت متخانق مع مراتك صح؟ عرفتي ازاي؟ انت لسه بتقول اهو جاي افهم انا مين. واصل انت كنت واحد وبقيت واحد تاني خالص، واللي نقلتك النقله دي هي مراتك. لما تتلخبط زي دلوقتي كده يبقى اكيد هي السبب. يعني انت برضو شايفه ان هي اللي نقلتني وانا ماليش اي دور؟ ليك طبعا، بس انت عمرك ما كنت هتوصل للي انت فيه بالسرعه دي الا بنور. عشان كده هي ليها جميل كبير قوي في رقبتك، مش لازم تنساه. أنا لسه متخانق معاها وسبت لها البيت وقلت لها نطلق. أنا مش هسألك ليه، بس بص بقى، أنت عارف إن أنا عمري ما حبيت ولا هحب حد غيرك، ولأجل الحب ده لازم أكون أمينة معاك. لو يعني الزعل اللي بينك وبين مراتك زعل عادي زي أي اتنين متجوزين، يبقى روح لها وطيب خاطرها وصالحها. أنا ما أعرفش غير ربيع الطيب اللي بيشيل الجميل ويصون العيش والملح. ما تقساش يا ربيع، انت طول عمرك عيني. انا اتبسطت قوي ان انا شفتك النهارده. وانا كمان يا كريم. مش قدي والله. تصبح على خير. طيب وموهوب وممكن يبقى حاجه كبيره قوي في يوم من الايام. انا حاسه. هو حضرتك بتتكلم كده ليه؟ على فكره هو عنده لسان ويقدر يرد عليك كويس قوي، بس ما بيعملش كده عشان هو محترم. يلا احنا ماشيين. انا بعرض عليك رسميا ان انا عايز اعمل معاك عقد، وهيبقى اتفاقات وفلوس بينا، وهنعمل كل حاجه حلوه مع بعض. انا متاكده انك هتحقق حاجه. انا النهارده قررت اني اعترف لك واعترف للعالم كله ان انا بحبك.
بحبك. فجأة حسيت إن زي ما يكون حد طفى النور وحياتي رجعت ضلمة من تاني. طلعت غلط يا ماما. ربيع صدمني، كل الحب اللي حبته روز اللي عملوش أي قيمة عنده. يا خسارة، نجاحه عماه وخلاه مش شايف غير نفسه. أنا عارفة إن ورق طلاقي هتوصلني من اللحظة والتانية، مع كده مش ندمانة إني مشيت ورا قلبي، بس للأسف طلع إحساس مش صح. وحشتيني ربيع. حقك عليا يا نور، أنا آسف. وحشتيني أوي يا ربيع. اكتشفت ان انا مقدرش استغنى عنك، والعقد اللي ما بيننا انا عايز اغيره واخليه لاخر يوم في عمري. واوعدك مفيش خطوه هعملها الا لما تكوني راضيه عني. بحبك. بحبك. ايوه كده في حاجة. تعالي. فين؟ تعالي خشي جوه. هروح فين يعني؟ هاخد رايك في حاجة. انا نجم غصب عن اي حد، وانت مش هتحكمي فيا. انا اسمي ربيع. انت ليه طول الوقت مصر تنكر اللي انا بعمله معاك؟ على فكره انا عملت كتير قوي وفي مني عقد. عقد؟ لا يا ماما، العقد ده تبلي وتشربي ميته، ولو اقول لك احسن نتطلق بقى. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه معاك يا ربيع.